اهلا وسهلا بكم اعزائى المشاهدين الى حلقه جديده من برنامج فضاء حر نناقش فيها التداعيات الامنيه الاخيره في تعز من يقف وراءها وما هي ماره الحل الأولى اختارت تعز الاصطفاف إلى جانب الشرعية والى جانب الدولة ودفعت لأجل ذلك فاتورة باهظة من التضحي باهضة من التضحيات تكالبت على تعز الألوية العسكرية التابعة للمخلوع والميليشيات الحوثية المسلحة وأعداد لا حصر لها من الألغام وحصار مطبق حتى من الأكسجين واجهت تعز ذلك كله بإرادة فاجأت الجميع على المستويين العسكري والمدني وخلال ما يقارب العامين تضاءل حلم الانقلاب في كسر اراده المدينه واقتحامها غير ان الضربه جاءت هذه المره من الداخل فقد تحولت بعض الفصائل والشخصيات المحسوبه على المقاومه الى ادوات تخدم اجنده الانقلاب وبذلك تمكنت هذه المجاميع المنفلته من اهانه المدينه المرابطه واهانه تضحيات الشهداء والجرحى بل واهانه قيمه ورمزيه الدوله والجيش فماذا اكثر من اقتحام واحتلال مقرات تابعه للدوله وترويع المدنيين بالاسلحه الخفيفه والمتوسطه وماذا بعد السيطره على الاسواق وممارسه البلطجه وفرض الجبايات التعسفيه على المواطنين من قبل مسلحين خارج القانون ولماذا تعثر حتى الان دمج بعض فصائل المقاومه في الجيش الوطني ومن يقف وراء ضعف المؤسسات الامنيه في المدينه وهل يحق لاي كان لاي كان اقتحام مؤسسات الدوله واحتلالها تحت اي مبرر ومن هو غزوان بخلافي ومن الذي يقف وراءه هذه الاسئله وغيرها نطرحها على ضيفينا عبر الاقمار الاصطناعيه من تعز المسؤول الاعلامي لامن المحافظ النقيب اسامه الشرعبي ومن عدن المسؤول الاعلامي لكتائب ابي العباس السيد رضوان الحاشدي مرحبا بكما ضيفي الكريمين وابدا معكما بالسؤال المشترك والبدايه معك سيد رضوان من هو المسؤول عن المشاكل الامنيه الاخيره في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم مشكله تعز هي ليست بتلك المشكله الكبيره لكن للاسف هناك من يريد ان يكبر هذه المشكله اكبر من اللازم وحلها بسيط جدا <applause> قزوان المخلافي دخل تحت الاضواء وكل يوم لديه مشكله وكل يوم لديه قصه تقطع نه بسط على سوق اعتداء على اشخاص سلب نهب عصابه كل يوم لها جريمه يعني مشكلة مشكلة المشكلة, المشكلة الأمنية الأخيرة في تعز تتوقف فقط على غزوان المخلافي صحيح؟ هي بدأت هي هي بدأت في مشكلة غزوان المخلافي طيب اكتفي بهذا اكتفي اكتفي بهذا القدر والتفاصيل سنناقشها في غضون الحلقة سيد أسامة الشرعبي برايك ما هو سبب تداعية الأمنيه الأخيرة في المحافظة؟ أو في المدينة تحديداً؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نزف التهاني والتبريكات إلى القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. بمناسبة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في الساحل الغربي تحديدا في تعز وعلى تخوم صعدة وصنعاء وعلى كل الجبهات بالنسبة للوضع في تعز أعتقد أنه اختزال المشكلة الأمنية في شخصية معينة أو في جزئية معينة أو في حادثة معينة توصيف غير موفق وغير دقيق للمشكله مشكله تعز الحقيقيه والتي نعاني منها والتي اذا لم يستوعبها قاده المقاومه والجيش والقياده السياسيه في تعز فاننا لن نخرج من هذه المعمعه وهي اكمال ادماج كل فصائل المقاومه الدمج الحقيقي نعم. ليس الشكلي الدمج الحقيقي الذي تتماهى معه وتذوب وتنصهر كل المسميات الأخرى يعني لا, نعم. لا داعي إذا... لبقاء كتائب سين أو صاد من الناس مشكلة تعز هي بقاء هذه الفصائل تعمل خارج دوائر المؤسسات وبقاء السلاح الثقيل واضح و... واضح في نعم سيد. تتصرف به بعيدا عن واضح واضح عن اجابتك اذا انت تعتبر بان المشكله الجيش؟ الرئيسيه هي عدم الدمج الكامل لفصائل المقاومه ضمن الجيش الوطني. يعني طبيعه هذا السؤال هو اجابه مختصره وسريعه سنبني عليها النقاش خلال الحلقه، اشكركما ضيفي الكريمين، اسمحوا لي والمشاهدين الكرام ان نذهب الى هذا التقرير الذي يستعرض ابرز محطات الفوضى الامنيه الاخيره في تعز ومن ثم نتابع النقاش. في الرابع والعشرين من يناير الجاري، اختطف القيادي في كتائب ابي العباس رضوان كواتي من قبل مسلحين تابعين لغزوان المخلافي. وردا على هذه الخطوه اقتحم مسلحو ابي العباس مقر اداره الامن والامن السياسي ومقرات حكوميه اخرى وفرضوا حظرا للتجوال في المدينه. في نفس الليله تم تفجير مبنى الامن السياسي بتعز. إثر هذه الفوضى شكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة الأمين العام للحزب الناصري عبد الله نعمان لحل الإشكالية اجتمعت اللجنة وخرجت ببيان اتفاق أبرز نقاطه ما يلي تسليم المقار الأمنية والأسلحة والأطقم التي تم السيطرة عليها لإدارة الأمن تسليم مقر الأمن السياسي والقلعة للواء 35 مدرع تكليف اللجنة الأمنية بالقبض على غزوان المخلافي والتحقيق معه والتصرف حسب القانون تسليم صهيب المخلافي للجنة الأمنية رفع كافة المظاهر المسلحة من شوارع المدينة وتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الأحداث في الخامس والعشرين من يناير أصدر اللقاء المشترك بتعز بيانا يدين فيه اقتحام وتفجير المقار الأمنية ويطالب قيادة محور الجيش بإخراج المجاميع المسلحة والأسلحة المتوسطة والثقيلة من داخل المدينة ونقلها إلى جبهات المواجهة مع الإنقلابيين. في السادس والعشرين من يناير قالت مصادر مطلعة أن الرئيس هادي وجه بإلغاء اتفاق لجنة عبد الله نعمان وكلف عمليات المحور بتسليم المقار الأمنية وقلعة القاهرة. وفي نفس اليوم ترأس قائد محور تعز اللواء خالد فاضل اجتماعا للجنه الامنيه، وتم اتخاذ قرار بالغاء مسميات الفصائل المسلحه، والالتزام بمسميات الالويه العسكريه. بالمقابل اصدر مكتب ابي العباس بيانا اعلن فيه تمسكه باتفاق لجنه عبد الله نعمان، ونفى فيه قيامه بتفجير مبنى الامن السياسي. حتى الان لا زالت المقار الامنيه تحت سيطره مسلحي ابي العباس. والوضع الأمني في تعز غير مستقر إذا عودة إليك أستاذ رضوان يعني اقتحام واحتلال لمؤسسات حكومية وقصف عشوائي في تجمعات سكنية وترويع للمدنيين هل هذا الدور الذي جاءت لأجله المقاومة في تعز؟ أعود أعود للنقطة الأولى التي لم أكملها هي مشكلتنا الأمنية مشكلتنا في غزوان الذي اداره الامن والذي البحث الجنائي وقياده المحور وقياده اللواء 22 لم تستطع القبض على هذا الطفل وعصابته، هل من المعقول ان هذا الرجل بهذه القوه وان هذا الطفل وعصابته يقوموا بالبلطجه هذه داخل المدينه ولا يستطيع احدا ان يردعهم عندما وهل من المعقول سيد رضوان؟ الجبهه الشرقيه؟ نعم وهل من المعقول أن يتم قصف القصف العشوائي داخل شارع رئيسي في المدينة واقتحام مؤسسات الدولة الأمنية واحتلالها هل هذا مبرر أيضا لملاحقة هذا الطفل؟ عندما أشتكي لمدير الأمن وإلى قائد المحور وإلى المحافظ بضبط هذا الشخص وإحضاره إلى الأمن للتحقيق أنا نقول إحضاره لأبو العباس نقول للأمن للتحقيق فيما حصل من جريمة كان كان سينهي القضية بكامل لكن المشكلة زادت تضخمت أكبر وأكبر بسبب تعنّد أشخاص يقفون خلف هذا هذه العصابة بعد ذلك عندما حصل ما حصل من اختطاف طبعاً بعدها حصل حرق لسيارة حقب العباس ودخلت اللجنة. وحاولت ان تصلح بالموضوع هذا وتعوض السيره التي حرقت بعدها بدا اختطاف لرضوان كواتي كل يوم وهذا العصابه وهي تزيد في مشاكلها هذه اذا كانت تواجه مجموعه ابو العباس كيف لو واجهت مواطن عادي هل اداره الأمن تستطيع ان تنصف المواطن لا تستطيع بالوضع الحالي الموجود الضعف اللي موجود لإدارة الأمن لقادة المحور هي التي سببت هذه المشاكل طيب طيب المفروض. سأعود, يعني سأعود إليك سيد سأعود إليك سيد رضوان وأناقش معك تداعيات هذا الحدث يعني وهل يعني ما ترتب عليه مقنع ومبرر على أي حال أتحول إليك سيادة النقيب أسامة الشرعبي من هو غزوان المخلافي ومن يقف وراءه ولماذا لم يتم ردعه برغم اننا سمعنا كثيرا قبل هذه الحادثه الاخيره سمعنا كثيرا عن الممارسات يعني البلطجيه الذي يمارسها على المواطنين والاتاوات التعسفيه التي ياخذها منهم لماذا لم يتم ردعه بشكل مبكر؟ بالنسبه بالنسبة لغزوان هو أحد أفراد اللواء 22 ميكا ومرقم في اللواء. وأحد أفراد المقاومة أو قادة المجاميع في المقاومة. يجب أن نكون واضحين في هذا الشيء. يعني لديه مجموعة مسلحة وقائد مجموعة مرابط في جبهة من الجبهات. تمام جبهة ديلوكس هذا بالنسبة جبهة ديلوكس من يقف من يقف وراءه؟ أنا 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 أنس نعم أستاذة نعم أسألك أنت قلت أنه قائد مع العلم طبعا بأن صادق سرحان اللواء العميد صادق سرحان قد صرح قبل أيام لقناة بلقيس بأنه لا ينتمي يعني لا ينتمي لليو 22 ميكا وانت الان يعني تقدم تصريحات مخالفه وتتحدث بانه قائد مجاميع مسلحه في المقاومه مع العلم بان هذا الرجل لم يعرف عنه الا تواجده في الاسواق وممارساته التعسفيه ضد المواطنين، هل هذه هي الجبهه التي يمارس فيها نضاله سيد غزوان او الطفل غزوان؟ والله إذا قلنا بنقف على سلبيات يعني شوفي المقاومة الشعبية لم تكن مؤسسة رسمية وليس لها ضوابط هذا من جانب يعني إذا نزلنا بهذا المقياس إلى مستويات كل قادة المجاميع وقادة الجبهات مثلا الشيخ أبو العباس مقره نعرف أينه في باب موسى وقوته للأسف اللي كان مخصصة للجبهات ولنقاط التماس مع العدو إذا بها تضربنا في الداخل وتضرب مؤسسات الدولة نفس الكلام غزوان لديهم ممارسات سلبية مرفوضة لا نقبلها ولا نقرها ونحن نحن حاولنا مع اللجنة الأمنية ملاحقته والتواصل وضبطه لأكثر من مرة نعم ثم ماذا ثم من يقف وراء غزوان هو نفس من يقف وراء أبو العباس هو كيان شعبي غير منظم وتم انضمامه شكليا إلى اللواء 35 وغزوان مرقم في اللواء 22 وأنا مسؤول عن كلامي هذا نعم طيب لماذا لم يتم ردعه؟ برغم ان هناك شكاوي متعدده جاءت بسببه خلال الفتره الماضيه. بالنسبه يجب 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 تصنيف القضايا. بالنسبه لغزوان هناك لبس في تعامل اداره الامن معه. طبعا منذ تعيين الاخ مدير عام الشرطه العميد محمود المغبشي في شهر 6 من عام 2016 كانت هناك شكوى بغزوان بخصوص نهب سيارة تابعة لإحدى شركات بيت هائل سعيد أنعم نعم. تواصل معنا بعض الناشطين وبعض الشباب وقالوا خلاص نحن وصلنا وغزوان مقر يسلم كل ما عليه ويعيد السيارة ويعيد أي منهوبات وأي شخص عليه أي دعاوى أو شكاوى أن يعود ويريد أن يصلح نفسه وكذا فقلنا نحن نرحب بهذا وصل غزوان وسلم السياره وهذا منشور في في صفحتنا الرسميه صفحه مركز الاعلام الامني تم تسليم السياره وتم الاعلان انه ما لديه اي شكوى او اي مظلمه ضد هذا الشخص او هذا الطب يتقدم بها والرجل ملتزم ب باعاده الحقوق الى اهلها استمر فتره هادئا لم يحدث شيء لم تصلنا أي شكوى بعد هذه السيارة. حدثت بعد ذلك أحداث في سوق دي لوكس. نعم. طبعاً وهنا المشكلة لابد أن نشخصها مشكلة سوق دي لوكس كان بسبب فراغ تسببته غياب السلطة المحلية فأتاحت لبعض المتنفذين بالجباية وأخذ الأموال من الفرزات ومن السوق. وكان توقع على مراراً وتكرارا صراعات مسلحه داخله ويقع قتلى ويقع جرحى طيب اين دوركم آه اخر نعم. مره نعم سيد اسامه اين دوركم في كل أنا أنا هذا في كل ما تقول انا اتي الان انا نعم. انا اتي الان انا اتي الان اتي الان تفضل حدث اخر مره عمليه حرق وإتلاف الممتلكات وحدث قتيل في آآ آآ سوق ديلوكس قرر الاخ العميد محمود المغبشي يعني مساء ذلك اليوم اغلاق سوق ديلوكس وابلغ الاخ محافظ المحافظه وابلغ قياده السلطه المحليه المتواجده في المحافظه انه سينزل الاطقم طبعا يجب ان تعلموا اداره الامن لا تمتلك حتى نقول نسبه 10% من يمتلكه ابو العباس او اي قائد مجاميع من الاسلحه والمعدات والدعم. نعم. مع ذلك قرر الاخ المدير اغلاق سوق دي ديلوكس وفعلا نزلنا بأربعة أطقم وأغلقنا وحاولنا توجيه السوق إلى أماكن بديلة وبدأنا بالتنسيق مع السلطات المحلية فوجئنا بنزول معدات ويعني مثل ما نزل يوم 24 يناير نزلنا إلى إلى سوق ديلوكس في ذلك اليوم مدرعات وأطقم <applause> تمام لم لا ن... لم لا نملك حتى مواجهتها اخذوا اصحاب ال... ال... القات الذين وجهناهم الى الى اسواق اخرى واعادوهم بالقوه الى منطقه قريبه من السوق وهي مكان الفرزه واستمر العبث ناشدنا قائد اللواء 22 ابلغنا سياده المحافظ قياده السلطه المحليه لابد ان نقف جميعا ويكون لنا وقفة جادة في إيقاف العبث الحاصل لكن للأسف تجد نفسها إدارة عام الشرطة دائما وحيدة فيما تنفذ وهي لا تمتلك كما أخبرتك يعني غير جزء بسيط من الدعم أربعة أطقم و140 طيب. فرد لن يكفوا لحماية سجوننا المتواجدين فيها قتلة أصحاب سوابق طيب. طيب. مع أه. ذلك إحنا نقحم أنفسنا في قضايا خارجية نعم سيد سيد رضوان اذا يعني استمعنا الى توضيحات من قبل النقيب اسامه الشرعبي حول طبيعه غزوان ويعني طبيعه حضوره في ضمن تشكيله المقاومه هو قال بانه مثله مثل يعني ابو العباس فصيل من الفصائل يعني شعبيه غير المنضبطه انا اسالك هنا يعني على على الرغم بان هناك ماخذ كثيره يعني على هذا الطرح وعلى الاداء الذي يقوم به غزوان والاخطاء التي ارتكبها، السؤال يعني من خول لكم كجماعه ابو العباس لاقتحام مؤسسات الدوله لملاحقه يعني غزوان مخلافي؟ انا اشكر الاخ اسامه على ما طرحه ووضحه للجميع. برغم أننا أعتب عليه طبعاً أنه يساوي ما بين أبو العباس قائد الجبهة الشرقية الذي أذاق الحوثة ويلات الحرب الذي دحرهم من كل المواقع ابتداء من جبل قرة وحتى وصولا إلى القصر الجمهوري مساحة شاسعة قطعها وهو رجاله في تحريرها من أيدي الحوثة تساوي القائد أبو العباس بغزوان هذا العصابة قائد العصابه الذي زي ما قلتي هو قائد ديلوكس للاسف الشكوى التي طرحها الاخ اسامه هي تفطر القلب لكل من يسمعها اذا كان انت مش قادرين يستجيبوا لك طيب كيف تشتينا انا اللي اشتكيت لك وعملت لك كل كل المنادات بحيث انك تنقذ مواطن قام بنهبه غزوان قام بقتله قام باخذ املاكه قام وانت ما قدرت تحرك ساكن، مش قادر تدافع على نفسك. طيب انا ايش المطلوب مني كجهه؟ بعد ان اناشد الجميع، هل اسكت على ما يحصل هذا وعلى افرادي؟ هل لا, هل لا تقتحم, هل تقتحم هل تقتحم هل تقتحم مقرات مؤسسات الدوله الامنيه هي هي و هي و هي وتحتلها؟ هي هي هل هذا هو الحال؟ يا يا استاذ يا استاذ هذه المقرات كلها اساسا ابو العباس سيطر عليها في بدايه الحرب واخرج الحوثه منها وسلمها لمن؟ للمجلس العسكري لا. لو كان يريد ابو العباس ان يسيطر على على الاماكن هذه زي زي بقيه الجماعات لما سلمها للقياده العسكريه لكن كان عندما يدخل اداره الامن يسلمها للمجلس العسكري لا. دخل البحث الجنائي سلمها للمجلس العسكري دخل القلعه سلمها للمجلس العسكري الرجل يعمل بطريقه مهنيه رائعة جدا لا تخوف الشارع، لكن للاسف لكن للاسف هناك من يريد ان يضع ابو ابو العباس في خانه ضيقه جدا ويجعل منه وحش كاسر محبوس في مكانه، وهذا الكلام غير صحيح، لا يجب طيب ان نساوي مش... يعني هذا م... مشكور يعني الكتاب ابو العباس تسليم هذه المقرات في وقت سابق، لكن انا اسالك الان لماذا احتلتها الان من جديد؟ لماذا اقتحمتها بقوه السلاح؟ ولماذا تم تفجير مقر الامن السياسي وباي حق يعني تقوم كتابه العباس بهذه الممارسات التي لا تختلف مطلقا عن ممارسات ميليشيا الحوثي التي جاءت لاجلها او تشكلت تشكلت المقاومه لاجلها او لمواجهتها نعم. نعم عندما ارى اداره الامن والبحث وغيرها لا يقف يعني موقف جاد في جريمه مثل هذه الجريمه التي نحن نشهدها وانت تتكلم عنها والعالم كله يتكلم عنها. ايش ايش المطلوب مني؟ حصل انه مثلا كانت مثلا رده فعلنا كانت قويه بسبب ما 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 مارسوه ضدنا اللي حصل من مثلا كانت الرد رده الفعل قويه لكن بعدها ايش اللي حصل؟ سلمنا اداره الامن مباشره لمن؟ للجنه اللجنه الامنيه. حكايه حكايه البحث الجنائي والقلعه ما زالوا موجودين لدينا الاستاذ عبد الله نعمان عندما وصل الينا واعطى وقام بالاتفاق معنا وقعنا معه ونحن ما زلنا متمسكين بكل ما جاء الاتفاقية بيننا وبين الاستاذ عبد الله نعمان طيب استاذ, ونحن أستاذ ونحن رضوان هناك بعد بعد محضر الاجتماع مع الاستاذ عبد الله نعمان تم يعني تشكيل لجنه امنيه برئاسه قائد المحور وحضور قاده الالويه وخرجوا بمجموعه قرارات اعلن بعدها اعلنت كتائب ابو العباس وان تحفظ طبعا على التسميه يعني بسبب عدم التزامها بالدمج ضمن الجيش اعلنت عدم التزامها بهذا البيان الصادر عن اللجنه الامنيه وتم تمسكها بالمحضر السابق برغم ان اللجنه ايضا بقياده قياده العسكريه في المحافظه وتوجيهات من رئيس الجمهوريه، الا يعد هذا تمردا معلنا ضد قرارات المؤسسات العسكريه في المحافظه؟ التمرد هو الذي حصل على الاتفاق الذي قام به عبد الله نعمان قرار قال من رئيس الجمهوريه اتصال سوف ياتي عبد الله نعمان لحل القضيه، جلسنا معه وتجاوبنا معه والتزمنا بكل ما قاله، لكن للاسف من انقلب على القرار هذا والاتفاق هذا هو الذي لا يريد حل المشكله ايش, ايش الفرق يعني ايش عبدالله ايش عبد الله النعمان بايش اخطا بغض بغض النظر بغض النظر سيد رضوان يعني بغض النظر هذا الامر ليس عائد تقييماتكم يعني الامر هذا جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهوريه وحضر الاجتماع جميع قاده الالويه في المحافظه وبرئاسه قادة المحور يعني هذا امر ليس خاضع لمزاج ابو العباس ولا غيره من الفصائل تلتزم هذا هذا كيان مفترض انه كيان عسكري يلتزم فورا بالتوجيهات توجيهات العليا لم لم يلتزم لم يحضر جميع القاده وبنفس الوقت عندما الحظر القرارات أبو. التي خرج عندما عندما اجتمعوا قائد المحور دخلوا في اشياء اخرى بعيده عن قضيه غزوان تماما وكان الموضوع يعني مشكلتهم ابو العباس ليش مشكلتنا ابو العباس مشكلتنا هي امنيه داخل المدينه هل قادرين انتم تحموا المدينه هذه اما بالشكل هذا نكون نسيب المشكله الأساسية ودخلنا بقصص فرعيه يجب ان نتعامل بمصداقيه واضحه من اجل تعز لا نذهب بعيدا سوف سوف تسقط تعز من ايدينا بهذا بهذا الشكل، العصابات هذه سوف تعيث في الارض فساد اتقوا نعم. الله وراجعوا انفسكم الموضوع خطير جدا لا ناخذ المساله بحزبيه او ناخذها بشخصنا او كانه ايش يعني لو كان في في بالاتفاق اي شيء يخل ارجع أقول لك سيد رضوان سوبر يعني سوبر بس سوبر 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 ما ورد في الاتفاق ليس خاضع ل لي لمزاج يعني جماعه ابو العباس، بالاخير هذا قرار عسكري لجنه امنيه حاجة. جاءت بعد المحضر بالتالي ولا بالتالي لم يعد هناك اي شرعيه لما ما حصل قبل اجتماع اللجنه الامنيه، تحول اليك استاذ يعني النقيب اسامه الشرعبي، اذا يتحدث السيد رضوان بان الجهات الامنيه داخل المحافظه هي غير كفؤه وغير جاهزه لاستلام هذه المقرات وانها فعلا لم تستطع من ضبط الامن خلال الفتره الماضيه، هل فعلا أن الأجهزة الأمنية غير غير مستعدة لاستلام هذه المؤسسات وإدارة الأمن في المحافظة. أنا أجيب عليك أستاذة، يجب أن أقف على بعض الملاحظات اللي تركها واللي تركها في الأخير أبدأ من الأخير يقول لك أن المشكلة مشكلة غزوان. أنا أنا من هنا أتكلم وأنا مسؤول عن كلامي. العملية كانت مرتبة ومرتبة مسبقا بناء على الأحداث التي تمت. نحن استقبلنا بلاغ اختطاف القاضي رضوان الساعة الواحدة ظهرا في غرفة القيادة والسيطرة التابعة لادارة عام الشرطة أبلغنا الأخ مدير عام الشرطة بالموضوع تحرك فورا قام بتكليف رئيس اللجنة الأمنية برفع الجاهزية وتجميع اللجنة الأمنية وانتظار الأوامر بالتحرك للقبض على العصابة وإعادة المختطف هذا أولا تواصل مع قائد اللواء 22 تواصل مع قائد اللواء 170 تواصل مع عدد من قادة تعز تواصل مع الشيخ أبو العباس وأطلعه على الإجراءات اللي تتم المشكلة الأخ أبو الشيخ أبو العباس لم يترك لنا فرصة حتى للتفاهم أو للكلام يعني بظرف نص ساعة يا أستاذة أنا كنت أتغدي في أحد المطاعم يعني كانت فترة استراحة الساعة واحدة ظهرا وساعود الى العمل أبلغت وانا في المطعم اكملت الغداء واعود الى مقر الادارة لم 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 البث فيها غير خمس دقائق وافاجأ بمدرعتين تقتحم الادارة وطقمين بنفس الوقت بالتزامن مجموعة مسلحة بمدرعات واطقم تطلع وتهجم على ادارة الامن السياسي بنفس الوقت مجموعة مسلحة باطقم وتتحرك للسيطره على قلعه القاهره بنفس الوقت تتحرك مجموعه وهذا عيب اسود انا انا اتركه وعتب للشيخ ابو العباس الذي عرفناه بالدين والاخلاق والقيم تتحرك مجموعه مسلحه الى الى جوار مقره يعني لتقبض على مساعد مدير عام الشرطه العقيد عدنان السقاف الذي يفترض ان يكون يعني في حمايه وفي في في, في امان منه كونه جاره لكن هنا انتهت كل الاخلاق والقيم أي اين هو الان عدنا على عدنان السقاف؟ انا دعيني اكمل يا اختي دعيني اكمل بنفس الوقت بنفس الوقت نبلغ عن اغلاق عن اغلاق نقطه الهنجر التي تسيطر عليها جماعه ابو العباس في الضباب يعني عمليه امنيه مرتبه مسبقا بتكتيك معين ولهدف معين هذا نعم. الذي نستطيع ان نقوله من خلال رصدنا لسير الاحداث طيب. طبعا دخلت انا كنت حاضرا وشاهد عيان تخيل يا اخت ونحن في الاداره انا في مكتب في غرفه القياده والسيطره لدينا افراد لا يملكون غير القلم والسجل واجهزه الكمبيوتر واجهزه الاتصال لا يملكون حتى الاسلحه الاليه او شيء تدخل المجاميع هذه المسلحه وتفتح وتفتح عليهم الآليات وتطلق النار مباشرة، لدينا خمسة مصابين أحدهم إصابة خطرة، طبعاً هؤلاء الناس جالسين همين. استحضرت للأسف موقف مرعب أتذكره من اقتحام العُرضي نفس ما كان يتم، ناس يعني أفراد عُزل من أي سلاح للدفاع عن أنفسهم، يتم إطلاق النار عليهم حيب. حيب. عنوة بدون حتى مدافعة منهم نعم بالمقابل انتم جاهزون لاداره الامن المحافظه لحظه يا استاذه دعيني اكمل دعيني اكمل اذا كانت القضيه غزوان هو يعرف اين مقر غزوان ومن يتبع غزوان واين يتواجد غزوان غزوان يوجد في كلابه يوجد في التحرير الاسفل يوجد في في, في تلك المناطق لماذا لم تتحرك مدرعات ابو العباس الى هناك؟ ثم انا اسالك يعني اذا هذه المدرعات صرفت للدفاع ولمواجهه الانقلاب فماذا تفعل داخل المدينه لتاتي تسيطر على مؤسسات السيطره طيب. على المؤسسات عمل غير مبرر ومحاوله تبريره اعتقد هي جريمه اكبر مما حصل يعني اذا سيد, سيد نعم وضحت فكرتك أستاذ أستاذ سيد اداره النقيب نعم فكرتك واضحه استاذ استاذ رضوان نعم يتم تدميرها يتم تدميرها تدمير كامل نعم وتجي تقول لي القضيه غزوان القضيه طبعا بطبيعه لها. الحال المبرر أستاذة. باقي لي ملاحظه بسيطه نعم باقي باقي ملاحظه بسيطه فقط اطرحها عليك يتزامن 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 هذا الفعل للاسف وهذا يطرح, يطرح يطرح تحته اكثر يعني اكثر من علامه استفهام يعني في معانا تقدم الحمد لله كويس في الجبهه او في الغرب. الساحل الغربي كان لدينا لجنه لصرف ترتيب لصرف المرتبات كان أعلننا قبلها بثلاث أيام عن نزول حملة أمنية ونزلت وبدأت تباشر مهامها ولو بالمستوى البسيط منعت الدراجات النارية مرعت عملية الاغتيالات التي كانت بدأت تحدث فنتفاجأ بهذا يعني احنا كنا نعم. هذا هذا هو السؤال بالتحديد سيد رضوان نعم نعم هذه هذا هو السؤال هناك من, من يرى سيد رضوان الحاشدي بأن ما قام به مجاميع أبو العباس مجاميع أبو العباس في 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 تلك في ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين والعشرين من يناير كان لتقويض فعلا ما كانت قد قامت به المؤسسة الأمنية في المحافظة والحملة تحديدا الحملة الأمنية التي كانت قد حققت نجاحا لمسها المواطنين خلال ثلاثة أيام أيضا يعني بناء على ما طرحه سيادة النقيب أسامة أنه العمل ما قامت ما قام به جماعة أبو العباس كان عملا فعلا ممنهجا ومرتبا له ولا علاقة له بمبرر ملاحقة غزوان بدليل البيان الذي صدر عن جماعة أبو العباس يوم أمس والذي تناقض مع تصريحات أبو العباس ليلة الحادثة والذي البيان اللي تحدث يوم أمس عن أنه أنه كان هناك قص على مقر على مقر الكتائب وغيرها من التفاصيل التي لا علاقه لها بتصريحات سابقه كانت تتحدث عن ملاحقه لغزوان وغيرها من التفاصيل يعني كيف ممكن ان تبرروا مثل هذا الطرح ومثل هذا التناقض ايضا والله للاسف طبعا اجد حتى الاخ سامة يدافع عن غزوان لا ادري ما هي المشكله من يقف وراء غزوان ولماذا الدفاع عنه الاخ يقول انه غزوان موجود في عصيفرة موجود في التحرير الاسفل موجود مديفين في, في كلابه طيب اذا كان انت اداره أمن انت داري مكانه ليش ما تروح تقبض عليه ايش المشكله يعني هل في مشكله بالقبض على على الشخص هذا هل مثلا القبض على الشخص هذا بيخلي الحوثي مثلا يدخل تعز بتسقط تعز بيد الحوثه ايش في لكن ما نجد من بدايه الحلقه الا هو تبرير لحل لحل المشكله للتبرير لغزوان للابتعاد عن عن قضيته ومشكلته هي مشكلته هل ابو العباس اتصرف يوم 24 على ما تقول من نفسه كذا اذا تقول انت تقول انه مدبره ومش عارف ايش من اللي اختطف رضوان هل كان السبب اللي حصل يوم 24 هو بسبب اختطاف عندكم عندكم في منطقتكم ام ام, كان عندنا المشكله هي انه الاختطاف واضح لشخص من دا ومن والقاضي رضوان من فين من داخل المستشفى داخل المسبح يا يا جماعه يعني راجعوا انفسكم شويه طيب طيب صدر رضوان يعني تحدث عن هذا الموضوع المشكله, المشكلة يعني صدر صدر بيان يوم امس عن عن, عن كتاب يعني ابو العباس تتناقض مع هذا الطرح أطلع أطلع يعني انتم تتناقضوا مع انفسكم تصريحاتكم يوم امس تتحدث عن اسباب اخرى لاقتحام المقرات الامنيه في المحافظه في في المدينه حصل القصف القصف علينا احنا ورفعنا رساله الى قياده المحور في يومها انه تم قصف مقر ابو العباس من من القلعه ومن البحث ومن اداره لكن المشكله هي الان كل يوم تكبر والسبب ايش المشكله؟ في دفاع مرير على القضيه الاساسيه الاستاذ اسامه لما يقول المفروض المدرعات هذه ليش ما تروح؟ نحن في الجبهات 24 ساعه اين انتم؟ انتم جالسين بمكتب اداره الامن والله ما معاكم شغله اذا كان انت الان تشتكي وال والمجرم قدامك مش قادر تتصرف آه معه ايش ايش اللي اي جبهه ايضا انت استاذ رضوان اي جبهه يعني يقوم بها يعني هل في شارع جمال أبو 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 يستعرض يستعرض عضلاته على المدنيين أبو أبو وعلى أبو أبو المؤسسات أبو 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 الرسميه التابعه للدوله والكل يشهد لنا هل, هل هذه جبهه ابو العباس لا نغطي على عين الشمس لا يحتاج ان نحن نغطي على على عيوننا بهذا بهذا الشكل نحن موجودين في الجبهه ومعروف ابطال الجبهه الشرقيه فين هم ومن هم اذا الذين اقتحموا لكن اقتحموا المؤسسات في في شارع جمال يعني اذا كنتم انتم في الجبهه هي افراد ايش أنا 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 يعني يعني سيبت الجبهه وجيت تمت في التزامن واحد وقوه كبيره انصفنا يا اخي لحظه لحظه استاذ اسامه خلينا خلينا نسمع اجابه أستاذ رضوان معه انا بجلس في مكتب بجلس في مقري بجلس في الجبهه لكن انت لا كل يوم جرائم علينا احنا وانت جالس تتفرج مش قادر تعمل شيء طيب ايش المطلوب مني المفروض الان انت المفروض كان الحلقه هذه هي وجود حلول عمليه لا نجلس مش أه مش نحن يعني, يعني الحلول العمليه استاذ رضوان, رضوان تبدا بمعرفه المشكله طبيعه المشكله والاعتراف بها ومن ثم الحلول لا يمكن ان يصل نصل الى حلول دون ان نشخص المشكله الملتبسه على على الكثير الان اتحول اليك اسامه الشرعية وقد حول لك سؤال الان انه اذا كنت غير قادر على اداره الوضع الامني فهو يقول بطبيعه الحال ستتصرف الفصائل كما كما تشاء يعني هنا ما الذي قامت به المؤسسة الامنيه لضبط الموقف ولماذا لم يصدر بيانا حتى الان من من قبلكم توضيح ما حدث وللإدانة حتى إدانة ما حدث ونحن نتحدث عن اقتحام لمؤسسات أمن الدولة شكرا لك ابدا ابدا اجيب عليها على قضيه نحن لا ندافع على غزوان وانا عبرك الان وعبر قناه بلقيس اؤكد ان غزوان مطلوب امني لدى اداره عام شرطه تعز هو مطلوب امنيا لا ندافع، لا يمكن أن نبرر أي فعل يسيء للمواطن في تعز أو لمؤسسات الدولة، أبداً، لو نعم. لو صدر ممن صدر لا يمكن أن نبرره أو ندافع عن مصدره. لماذا لا تقبضون عليه طالما ولديكم؟ يجب أن أن تطلعوا. نعم، طالما هو مطلوب لماذا لا يتم القبض عليه؟ أنا علي؟ سأجيبك يا أستاذة. فقط هذه مداخلة يعني طالما هو مطلوب الآن. أمنياً لماذا لا يتم القبض عليه؟ طيب، طيب. انا ساجيبك على ظروف ظروف تكوين اداره عام الشرطه. طبعا تم تعيين الاخ مدير عام الشرطه في شهر في نهايه مايو 2016 بدون اي امكانات يعني كانت مجرد وعود فقط يعني لم 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 يصرف لنا حتى طاقم او اعتماد لاي فرد. جلس الاخ المدير حاول يجمع حوله طاقم لاداره وتكوين وانشاء اداره عام شرطه ثانياً، لما نتكلم عن دور إدارة عام الشرطة يجب ألا نغفل أن إدارة عام الشرطة يعني مكونة من وحدات وحدات الأمن المركزي النجدة الأمن والنظام إدارات العام إدارات الشرطة والأقسام المرور الدفاع المدني الجوازات هذه إدارة عام الشرطة أنتم تتكلموا معنا الآن نحن نتحمل عبء كبير لا يوجد لدينا غير أربعة أطقم ومية وأربعين فرد. داخل الاداره جاءت مدرعه ابو العباس قالت لهم كونوا هنا هذا الذي تمتلكه اداره عام الشرطه حتى تتمكن من الضبط لابد ان تقوم اداره عام الشرطه بكل وحداتها وانا عبركم اناشد القياده الشرعيه بسرعه توفير الدعم وتكوين اداره عام الشرطه وحمايتها من هذا الابتزاز ومن هذا التهكم من بعض الفصائل التي تستقوي بالسلاح الموجود في يدها على اداره عام الشرطه نحن طبعا بعد ذلك كونا فريق عمل حاولنا تفعيل بعض الادارات بجهود ذاتيه من بعد ضباط وافراد اداره عام الشرطه طفت على السطح في الفتره الاخيره يعني ظواهر امنيه خطيره منها الاغتيالات منها الفوضى اللي حصلت في ديلوكس نعم اللي تسبب بها نعم وقد تحدثت تحدثت عنها استاذ اسامه في هنا في في سابقه انا, أنا ساجيبك نعم انا ساجيبك التفاصيل كثيره استاذ اسامه احنا نتحدث عن عن حادثه هنا محدده مباشره نعم توجه الاخ مدير عام الشرطه بالتخاطب مع الاخ محافظ المحافظه الذي يعتبر رئيس اللجنه الامنيه في المحافظه والذي خولهم بعقد اجتماع للجنة الأمنية على مستوى المحافظة طبعا هذا تم قبل نعم وجاء في وأبرز أسبوعين. ما جاء في أسبوعين. في مخرجات هذه اللجنة تسمية إلغاء المسميات الفصائل التابعة للمقام ودبقها جميعا نعم. في, لأن في لأن الجيش لأن الوطني سيد رضوان غزوان. هل هل غزوان. سنسمع هل سنسمع خلال الأيام القادمة عن اندماج فصائل أبو العباس ضمن الجيش الوطني وس يعني لن نسمع بعد ذلك عن عن ما يسمى ابو العباس او اي فصائل اخرى ستكون جزء اصيل من يعني نحن اللواء نحن 35 مدرع الذي اساسا بحسب قرارات اللجنه. بحسب قرارات اللجنة نحن نتمنى ذلك بس انه اول أن قائد المقاومه في تعز اول قائد مقاومه في تعز طلب دمجه في المقاومه ضمن اللواء 35 هو ابو العباس من البدايه لكن للاسف يعني في من يعرقل دمج كتائب ابو العباس ضمن الجيش الوطني لا ندري ما هو السبب كيف يعني كيف يعرقل؟ عانينا كثيرا عانينا كثيرا كيف يعرقل سيد من رضوان البداية. من الذي يعرقل وكيف؟ الى 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 اليوم الى اليوم وهذا السؤال انا اوجهه عبر شاشتي لماذا لا يتم دمج كتائب ابو العباس ضمن آه اللواء 35؟ رغم المطالبة العديده نعم من من الذي يعيق من الذي يعيق الدمج, الدمج, الدمج وكيف؟ ها؟ من الذي يعيق دمج كتاب ابو العباس في الجيش الوطني؟ والله المشكله انه في ايادي خفيه تلعب بهذا الموضوع الى اليوم هذا خفية. ونحن منتظرين اجات اللجنه ترقم راحت الرقم اللجنه مش عارف ايش تعمل راحت ولا يوجد نعم. لنا اي 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 بوادر تفيد بدمج الكتاب ونحن موافقين الى اليوم ان نلتزم ضمن كتائب ضمن اللواء 35، نحن لا نريد ان نتمسك بكتاب فلان ولا بمجموعه فلان ولا شي. نحن نريد ان نكون ضمن جيش وطني ويدي بيد الاخ اسامه اذا هم مش قادرين يقبضوا على غزوان او غيره ان يطلبوا مننا اطقم او مدرعات او شيء لضبط الامن، نحن مستعدين لوضع يدنا بيد الدوله وبيد الشرطه وبيد الامن. من اجل استتباب الامن داخل تعز لا نجلس نتحقق انه ما في معي امكانيات ما في كيف تتحدث عن وضع يدك بيد دو... يد... يدكم بيد الدوله يعني ينبغي ان ان تنصهر هذه الكتائب ضمن الجيش الوطني تكون جزء من الدوله ولا تضع يدها بيد الدوله يعني هل ستظل كتائب ابو هذا هذا العباس الشيء. فصائل مسلحه خارجه عن القانون طويلا؟ هناك من يعيق هذه المساله نحن موافقين على هذا الشيء من الذي من الذي يعيق لم لم تجيبني على هذا السؤال، من الذي يعيق منعكم؟ ما نعرفه ما نعرفه هذا السؤال, من من هذا السؤال ايضا طرحه الاخ راشد محمد احد المتابعين تحدث عن هل فعلا كتائب أبو العباس منضويه فعلا في اطار اللواء 35 مدرع ولماذا لا تتحرك هذه الكتائب بمعزل عن قياده اللواء؟ اذا هذا السؤال يوجه للشرعيه، لماذا الى الان لم يتم دمج افراد ابو العباس ضمن اللواء 35؟ ضمن الجيش الوطني ايش المشكله نحن اللي نحن طالب لنحن سنه وشويه بهذا الشيء يعني لا افهم انت طبعا لم توضح يعني المعروف انه طالما والكتابة اصبحت جزء من من اللواء 35 مثلها مثل الفصائل الاخرى، لماذا الفصائل الاخرى اندمجت وتحولت اسمائها الى جزء من الالويه والكتابة التابعه للجيش عداء ابو العباس، يعني ما الوضع المختلف بالنسبه بالنسبه لكم؟ سؤال اخير استاذ رضوان هل لا زال الامن السياسي بيدكم؟ وما الذي فجره؟ الامن السياسي عندما تم تفجيره اتصلنا بالاستاذ عبد الله نعمان من اجل تشكيل لجنه للبحث حول ملابسات هذا التفجير لانه لا لنا علاقه بهذا التفجير لا من هل قريب ولا بعيد لكن الاستاذ عبد الله نعمان اتصل باللجنه على اساس انه يحضروا من اجل التحقيق في هذا الشيء ومن اجل استلام مبنى الامن السياسي والقلعه لكن وجدنا هل هل لا زال هل لا زال هل لا زال بيد الكتائب حتى الان الامن السياسي؟ ما زال طيب ما زال كيف لا تعرف من فكر يعني اين ذهبتم اثناء التفجير؟ نحن ماسكين البوابه لكن المس... الان مساحته كبيره جدا الجدران الخلفيه مفتوحه على الحواري اي شخص ممكن يتسلل من اي مكان واللي كان قبلنا هو داري بالمداخل والمخارج قبلنا اما نحن مسكنا البوابه لم ندخل المبنى بالخالص اذا يعني اذا انتم مش قادرين يعني تتعرفوا على من مش... مبنى انتم سيطرون عليه تقوم الان بدور مؤسسات امنيه من خلال اقتحامها واحتلالها يعني امر امر غريب استاذ رضوان نعم نحن لم ننكر هذا الشيء نقول لك نطالب اللجنه تجي تحقق بهذا الشيء لكن رفضوا لم يحضروا والاستاذ عبد الله نعمان هو اللي تواصل معاهم ولكنهم رفضوا لم يحضروا نعم على اي حال يعني ينبغي ان يتم الالتزام بما جاء بمقررات اللجنه الامنيه بقياده قائد المحور والتي جاءت بعد محضر الاستاذ القدير عبد الله نعمان، هذا ما هو متعارف عليه في الاصول التعاملات العسكريه في العالم كله يعني انتم يبدو لديكم تعاملات مختلفه، سؤال الاخير لك النقيب اسامه الشرعبي ما هي رؤيتك لاستتباب الامن في في المدينه طالما ولا زالت حتى الان كتاب ابو العباس لا ترضخ لمقررات الاجتماعات وخاصه اللجنه الامنيه الاخيره ويبدو انها غير يعني معترفه بما جاء بالقرارات وكما جاء في بيانها يوم امس بانها لا انها متمسكه بما في المحضر السابق ما هي الحلول يعني برايك؟ نحن متمسكين ب الحلول برايي هو اكمال اصهار هذه الكتائب والمسميات في الكيانات المؤسسيه الرسميه للقوات المسلحه هذا واحدا، ثانيا أنه تتوجه قيادة الشرعية وقيادة المحافظة لدعم توجهات اللجنة أو قرارات اللجنة الأمنية في المحافظة. هناك مصفوفة من الإجراءات تم إعدادها من قبل فريق أمني متخصص لتطبيقها وبسط الأمن والإستقرار في المحافظة وهي بحاجة لدعم ومساندة كل قادة الالويه وقيادة السلطه المحليه في المحافظه والقياده الشرعيه هذا الشيء الثاني هل تتوقع هل تتوقع بان بان تلتزم جميع الفصائل هل تتوقع بان تلتزم جميع الفصائل المسلحه المنضويه يعني تحت مسمى المقاومه بهذه القرارات وتلتزم بمخرجات هذه اللجنه الاخيره؟ والله انا ارى انه يعني الفصائل التي لن تلتزم بهذا شانها شان ميليشيات الحوثي، يعني هي بالاخير خرجت عن مؤسسه الدوله وتريد ان تخلق كيانات موازيه خارج مؤسسه الدوله، ولذلك ثرنا وخرجنا، فمن يرفض الاندماج في الجيش الوطني ومؤسسه الدوله هو مثله مثل ميليشيات الحوثي وسي يعني سيظل يعمل خارج اطار الدوله وسيضر بمسير اعاده مؤسسات الدوله واعاده الشرعيه وهذا يخالف تماما نعم ما خرجنا من اجله معك وهو النضال لدعم الشرعيه واستعاده مؤسسات الدوله. نامل نامل على اي حال ان تلتزم جميع الفصائل المقاومه بالاهداف. والقيم التي جاءت لاجلها وعدم يعني الرضوخ للقرارات العسكريه الصادره عن مؤسسات الدولة حتى لا تجد نفسها فعلا كما أشرت سيد أسامة مثلها مثل الميليشيات المنفلتة التابعة للمخلوع صالح والحوثي أشكرك ضيفي الكريمين الأستاذ رضوان رضوان الحاشدي المسؤول الإعلامي لكتاب أبو العباس وأيضا النقيب أسامة الشرعبي المسؤول مسؤول الإعلامي اللي أمنا تعز أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله